السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، موضوع اليوم هو عن زيكو دي يوسف. زيكو دي يوسف هو أيقونة الثورة، هو اللي حرك هجمات 20 أوت. لكن لما اطلعت على الموضوع هذا الشيء حيرني. هنا صاحب الموضوع يقول البحث في التاريخ، هذا اسمه البحث في التاريخ المعاصر بجامعة سوربون 1 رياض الشروانة، لجريدة النصر، يقول باللي يؤكد، مش يقول، يؤكد البحث في التاريخ المعاصر بجامعة الانتماء سوربون وجود الكثير من اللمس التاريخي فيما يتعلق بحياة الشهيد زيكو دي يوسف ودوره في طهران. وش قال؟ قال أن الشهيد وعكس ما أشيع عنه لم يحرق وثائق سرية خلال المعركة التي سقط فيها بوادي بوكركر، كما أنه لم يشارك ميدانيا هجمات 20 أوت 55، بل كان مهندسها الرئيسي. وقال: من وثق سيرة الشهيد أساء إليه بتوظيفه من الخرافة. إذن الإخوة الكرام، نتمنى إن شاء الله تتفاعلوا مع هذا الموضوع وتفهمونا كيفاش القضية نتاع زيكو دي يوسف. بارك الله فيكم.